في عناوين النشرة: عشيرة الأمهز، صوت سن الفيل المرجح. نحن متواجدين من سن الفيل، من أوائل سن الفيل، سجلنا رقم 5. الغبيري تخوض معركة التجديد. نحن بتمثل كل العيال، ونحن يعني هدفنا ليس عائلي، هدفنا إنماء هالمنطقة. مريم سكاف: على من تقرعون الأجراس؟ والله فكرنا إنه داعش تسلل عزحلة. أربعة إسرائيليين يقترعون في صيدا. قصتنا نزهة عرسلية. عطت أحلى صورة للانتخابات. وفي النشرة: جوهر في مهب الريح. كل التحيات وأهلا بكم إلى آخر نشرة لهذه الليلة من قناة الجديد في بيروت. تضرب الحيوية في جبل لبنان من أعاليه إلى سفوحه 6 أقضية تستعد لأحد المنافسة البلدية التي ضخت الروح في البلد المقعد وشغلته بحروب حلوة وفتحت صناديق اشتاق إليها اللبنانيون. المعارك على وسع الجبل وفي بلداته وحاراته، وحية على الاقتراع الذي يفرز حكما رديفا وقوى نافست الحكمة وأصبحت على مشارف أرقامه وفي تاريخها. لم تتخذ البلديات هذا الصراع ولا هذا التنافس الذي أصبح بديلا من الحراك الشعبي، ولأنه كذلك فإن كل مافيات الحكم وأحزابه ومكوناته سوف تشعر بتهديد الوجود، وهذا مبرر قيامة الأحزاب وتحالفاتها لمنع أي تغيير. فالأحزاب الممثلة للسلطة تخوض حرب الدفاع عن مكوناتها، فتقف في وجه التغيير الإنمائي سواء بالتوافق وتعميم نهج التزكية أو بالاتحاد فيما بينها لمنع أي تسلل من المجتمع المدني أو الشخصيات المحايدة. وهذا ما شهدته مجريات معركة العاصمة والبقاع، حيث تكدست الأصوات المقلقة من بيروت مدينتي إلى بعلبك مدينتي فقب الياس، وصولا إلى الكتلة الشعبية وتمرد سيدتها مريم سكاف على 3 أحزاب. لقد نجحت شياطين الحكم في ضرب الحراك الشعبي لحظة فرز النفايات، لكنها وعند فرز الصناديق وجدت نفسها في خطر أشد فتكا بها، وهنا بات على كل القوى ذات الأرقام الصعبة أن تعيد تدوير وجودها لتصبح سلطة رديفة وتشكل انتفاضة على المحتلين السياسيين، وتسأل عن إخفاء الموازنة منذ 11 عاما عن 11 مليارا نسيها فؤاد السنيورة من دون قيد ولا شرط، عن قانون انتخاب مفقود، عن انتخابات نيابية يدنو أجلها، وعن 128 نائبا ناقصا واحدا أصبحوا اليوم برتبة النواب الباطلين وبشهادة قانونية من المجلس الدستوري. وحتى ما يبيعنا الرئيس نبيه بري من كيس المجلس الدستوري، فإن ما أدلى به اليوم حول تقصير المهل ورفض التمديد بأي شكل من الأشكال هو تأكيد المؤكد. تصريحه في مكانه: وخير بري عاجله، فليستند إلى الدستوري ويعلن أن مجموعته النيابية أصبحت اليوم بائدة منحلة، ووجب الدعوة إلى الانتخاب الفوري وأيا يكون القانون. بلدية سن الفيل تستعد لانتخابات بلدية حامية بين الأحزاب والعائلات، وفي هذا الاستحقاق يبرز الناخب المسلم. حرارة انتخابات بلدية سن الفيل ظهرت بين لائحتين، الأولى برئاسة رئيس البلدية الحالي نبيل كحالي المدعومة من الكتائب والنائب ميشيل المر،
والثانية برئاسة جوزيف شاول المدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وبحسب لوائح الشطب هناك ما يقارب 10,000 ناخب، يصوت منهم عادة ما بين 4,000 و5,000، إلا أن اللافت أن هناك ما يقارب 700 صوت مسلم. عائلة أمهز من بينها هو التي تعد أكبر عائلة في سن الفيل، وعليه ضمت لائحة أحد أبناء هذه العائلة مرشحا بلديا والأخرى مرشحا اختياريا. نحن متواجدين من سن الفيل، من أوائل سن الفيل، سجلنا رقم 5. نحن كان عندنا عضو بسنة 54 لسنة 60 اسمه حسين أمهز بالبلدية مع بيت شاول، وبيت أمهز بالذات تعتبر أكبر عائلة بسن الفيل اللي هي 191 صوت نحن ننتخب. التنافس أخذ طابعا حزبيا عائليا، واللائحتان تريان أن أحزاب سن الفيل هم أبناء العائلات. هذا منافسة، والعالم تحكي ما بعرف، والإعلام يمكن بيعطيها، طب بس أنا بشوفها منافسة رياضية ولازم نعملها بشكل حضاري وانطلاقا من مبدأ تداول السلطة. نحن ما نتعاطى العمل البلدي بشكل شفاف كتير، يعني نحن لازم نكون مستلمين مؤدرات البلدية بكل أمان وإخلاص وصدق. إنما العملية راحت سياسية، وأنا من الأساس كان رأيي إنه هذا خطأ، إنه نحن شجعنا هالمصالحة اللي حصلت بمعراب ونحن معنيين فيها، إنما تفاجأنا إنه التجربة كانت بالبلدات وبالضياع وبين العائلات وكذا. إنما ما كان بدها الهجمة الحزبية، هالبروفا هيدي كان لازم تنعمل بأيام الانتخابات النيابية، كانت نجحت أكثر وما كانت زعلت حدا، لأنه النايب المفروض يكون بده كل سن الفيل، ما يكون بده نصه، لأنه أي نايب أي حزب عم بيتدخل بالعملية الانتخابية البلدية عم بيكون في عنده ناس ضد وناس مع، يعني عم بيخسر نص الضيعة. وفي رأي بعض العائلات أن الأحزاب التي تستأثر بكل الاستحقاقات العامة وبمقدرات الدولة لا يحق لها التدخل في استحقاقات تعني العائلات بشكل أساسي، وأن الاستحقاق البلدي هو المتنفس الوحيد للمواطنين للتعبير عن رأيهم خارج إطار الفرض السياسي والحزبي. باسل العريضي، قناة الجديد. بعد حصولها على 9,500 صوت في انتخابات زحلي، أعلنت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف أنها قارعت 3 أحزاب وآخرين احتاجوا إلى جيوش مؤللة لإيقاع الهزيمة بها. واللي صار بيأكد أنه نحن انتصرنا، نحن ما انكسرنا ولا غمرنا، الفرق أنه الآخرين احتفلوا لكن بكل فخر، فينا كمان نحنا نحتفل بالنتيجة المشرفة يلي منحونا إياها أهل زحلة. من هون نحنا ربحنا صدقيتنا قدامكم، وما فتنا بزواريب بيلجؤ إلى كتار من أهل السلطة، وربحنا وجودنا وقرارنا الحر، ولو بدنا ندوب معهم كنا دبنا ب5 أعضاء. مشكورين حزب الله والمستقبل لأنه توزعت أصواتهم للكل. وهون منسأل، لو كل حزب وحده راعى لايحة من دون تحالف شو كان جاب؟ ما بدي أقول شو كان جاب، أنتو بتعرفوا سمون وبتعرفوا قدي كان حجم تمثيله لزحلة. بهالمعنى نحنا نعم أبطال، قاومنا ديمقراطياً الكل، حشدوا ضدنا، تعبقوا وعبقوا الناس، دقوا الجراس، تهمونا بالمال، داهموا مكاتبنا بقوة التكسير والتعدي، والله فكرنا إنه داعش تسلل عزحلة. عرسال في ثوبها الجديد والجديد في قلب عرسال، تحقيق يمنى فوز. فازت لائحة عرسال تجمعنا لائحة المجتمع المدني، وقد سجلت البلدة أعلى نسبة اقتراع قياسا على بقية المناطق بلغت 58%، وسقطت أقنعة أبو عجينة وأبو طائية اللذين شهدت البلدة في عهدهما أسوأ أيامها.
لا يمكن إلا أن تلمس أن التغيير آت إلى هذه البلدة المنعزلة لا محالة بعد استحقاق الانتخاب البلدي. عدنا إلى عرسال بعدما كنا قد أتيناها قبل العملية الانتخابية بحماية من الجيش اللبناني، لكن هذه المرة كنت أنا وزميلي فقط، ولم يسعنا إلا أن نستعيد كل مرة دخلنا فيها هذه البلدة بشكل خاطف على مدى سنوات والخوف الذي كان ينتابنا. كل ما يهمنا في هذه اللحظة هو أننا نتناشق هواء لم نعتده ونستمتع بأحياء هذه البلدة التي غلفت بطابع إرهابي وكان دخولها بمثابة دخول في المجهول. وصلنا إلى منزل رئيس البلدية الجديد باسل الحجيري حيث كان الهدف للوقوف على أهداف البلدية الوليدة وأولوياتها. بداية يطلب إلينا الحجيري مرافقته أمام الباب، فالأولوية لديه استرجاع الأراضي من أجل أصحابها في الجرود الممنوعة عليهم منذ 3 سنوات. هذه كرزة موجودة عندي بالبيت، نحن في عنا 5 ملايين شجرة مثل هاي بالجرد ما قادرين نوصل لعندهم، بدنا نطلع نقطف كرز من جردنا، بدنا الدولة تتحمل مسؤوليتها تجاه عرسال. وتتلخص أولويات البلدية المنتخبة حديثا في إعادة الدولة إلى البلدة وتحسين صورة عرسال المشوهة عدا القضايا الإنمائية. نحن بطالب الدولة تكون موجودة بأجهزتها الأمنية والخدماتية، يعني مثل ما أني بدي أضبط الأمن، مثل ما أنه نحن مطلوب أنه ضبط الأمن بعرسال، مطلوب تقديم خدمات لابن عرسال. ضيعة محرومة، مبسوطين هالمسؤولين أنه هذه ضيعة إرهابية نحن ما فينا نعمل لهم شيء. لا، ما أنا إرهابية، يعني عرسال عطت أحلى صورة للانتخاب. هل فيكم تأمنوا ضمانات إذا انفتح المخفر من جديد ورجع القوى الأمنية ورجعت نقاط عسكرية هون؟ نحن بنأمن على قدنا كمجتمع مدني، نحن لجانبهم، نحن معهم كأهالي، نحن داعمينهم ونحن معهم للأخير. وفيما يخص العلاقة بالنازحين في المخيمات والسلاح المنتشر، رح يكون في نوع من التنسيق مع أخواننا السوريين. هلأ السوريين ضيوف، الضيف ما الضيف بيحكم بلياقته، ما في ضيف بيحكم، بس هذا ما ضل ضيف. لا، نحن بعدنا لحد هلأ معتبرينهم ضيوف، الشوازات هي نسبة قليلة. عبد الوهاب كان عضوا في البلدية السابقة واستقال منها بسبب سوء سياستها، واليوم يعود إلى البلدية مجددة. أهل عرسال كانوا ناطرين لحتى يحاسبوا كل واحد على خطأه، وحاسبوها البلدية السابقة. بعدما وقفنا على أجواء البلدة الجديدة أسعدنا جدا أن نجلس إلى المائدة لنتناول بتفيني الأكلة العرسالية التقليدية. عرسال قالت كلمتها وانتخبت من نادى بجمع أهلها ومع محيطها، وهي اليوم مقبلة بلا شك على مرحلة جديدة تنادي بالتنمية والسلم وعلى إعادة ما اقتص من أرضها. من حي الشفق، عرسال، يمنى فواز، قناة الجديد. الانتخابات البلدية في الغبيري، حزب الله وحركة أمل في مواجهة العائلات. تقرير آدم شمس الدين. يوم الأحد المقبل تستعد الغبيري لأقوى المعارك البلدية. بخلاف الانتخابات السابقة عام 2010 ثمة من قرر خوض غمار المعركة منافسا حزب الله وحركة أمل بلائحة يرأسها معن الخليل. لائحة الغبيري للجميع شحذت الهمم واختارت المواجهة، والعنوان إنمائي لا سياسي. أي شخص بيمشي بالغبيري حاليا بشوف وين كانت وين صارت، بيعرف لحاله بدون أي اختراع بيعرف شو ناقص المنطقة. أوكي. بتبلش من الأرصفة، من الطرقات، من التنظيم المدني، بتبلش بالماء، بالكهرباء، بالصحة، بكل النشاطات المنطقة ناقصة كتير. حسب معلوماتنا وحسب اللي نعرفه عن إمكانيات البلدية، أكيد البلدية كانت قادرة تعمل كتير شغلات. يعرف المرشحون على اللائحة أن الاتهام الأول الذي سيوجه إليهم أنهم يحاربون المقاومة في عقر دارها، لكن رد التهمة جاهز. نحن منقول أنه المقاومة منا بس مقاومة مسلحة، المقاومة الحقيقية هي تأمين بيئة سليمة، تأمين مجتمع يتمتع بكل المقومات لدعم إذا بدنا نقول حركات المقاومة أو حركة المقاومة، وبالتالي من ضمن أهدافنا الإنمائية والتحسينية والتطويرية اللي نحن طرحينا ببرنامج متكامل لتحسين واقع العبادي، بنعتبر حالنا أنه نحن ندعم المقاومة بأسلوبنا وبطريقتنا. وفي حين ترتبط البلدية تاريخيا باسم الحاج بوسعيد الخنسة، يؤكد مرشحون منافسون من العائلة نفسها أن هدف لائحتهم تمثيل العائلات كلها. هدفنا ليس عائلي، هدفنا إنماء هالمنطقة، ونحن كلنا أهل وعوائل موجودة بهالمنطقة وإخوة. مثلا لندن عندك
أحدهم ترشح لعمدة لندن أخذ 1,350,000 صوت وهو جاي على البلد. يعني العالم ما بتنظر إنه هو شو هويته أو شو معتقداته أو شو عائلته، بتنظر إنه شو المشروع اللي قدمه. أما مواجهة حزب الله وأمل في المنطقة فلم تكن خيارا بل مصادفة، مصادفة فرضت عليهم فرضا. شاءت الظروف إنه نحن منافسنا حزب الله وحركة أمل، نحن موجودين، حزب الله موجود، حركة أمل موجودة على الأرض. نحن من نسيج الغبيري، نحن أساس نسيج الغبيري، ولا يمكن لأحد أن يلغينا. ادعوا باللائحة اللي نازلة من نفسينا أنه هني لائحة توافقية. التوافق يكون مع من؟ مع مختلفين. أمل وحزب الله متفقين، نحن الطرف الذي كان يجب أن يتوافقوا معه. يوم الأحد المقبل ستفتح صناديق الاقتراع لانتخاب 21 عضوا في منطقة تشتمل على 27,000 مقترع، سيختارون أما التمديد وتجديد البيعة للقوى التقليدية وأما التغيير. آدم شمس الدين، قناة الجديد. صيدا تقفل باب ترشيحات اليوم وأربعة إسرائيليين في اللوائح الانتخابية. على الرغم من توقف أجهزة الإنترنت فجأة لدى دائرة السجل العدلي في سرايا صيدا بضع ساعات، تحولت سرايا صيدا إلى خلية نحل، حيث فاق عدد المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية 1000 متقدم، فيما لوحظ انخفاض كبير في التقدم إلى عضوية المجالس الاختيارية عشية إقفال باب الترشح للانتخابات في محافظة لبنان الجنوبي منتصف الليل. فعدد البلديات في قضاء صيدا 47 وعدد أعضائها 576، فيما يصل عدد المختارين إلى 123 مختارا في مدينة صيدا وقراها. واللافت في قيود الناخبين في صيدا أنها تضمنت وفق قيود وزارة الداخلية سجل 4 إسرائيليين على الرغم من عدم وجود أي إسرائيلي في المدينة، مع العلم أن ليس في لبنان طائفة تسمى إسرائيلية بل يهودية. فآخر يهودي غادر صيدا عام 85 مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو شخص من عائلة بصل، وكان إبراهيم ديوان آخر مختار يغادر صيدا عام 79. ووفق إحصاءات وزارة الداخلية والبلديات فإن عدد الناخبين في هذه الدورة بلغ نحو 60,610 ناخبين، توزعوا على النحو التالي: سنة 84.9، 9% شيعة، 5.9% مسيحيين، و4% دروز، و4 يهود. قدمنا للبلدية لأن البلدية فيها كثير إهمال كثير. نحن بهمنا نقوم بعمل بالبلدية داخل عملنا، نقوم بمساعدة الناس خاصة الناس بدها خدمات. هلأ ترشحته ليش؟ نعطي الاستمرارية نوعية جديدة من الخدمة. يعني التغيير. التغيير. مع أنه نحن نصر على نكون تحت شعار حركة أمل وحزب الله. تشهد صيدا معركة انتخابية بين لائحة المهندس محمد السعود المدعومة من تيار المستقبل والجماعة الإسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري، وهي ستعلن رسميا نهار الجمعة المقبل، ولائحة صوت الناس برئاسة المهندس بلال شعبان المدعومة من التنظيم الشعبي الناصري واللقاء الوطني الديمقراطي، ولائحة ثالثة غير مكتملة مدعومة من الدكتور علي الشيخ عمار وتضم عددا من أنصار أحمد الأسير. وفي تطور لافت قدم الأمين العام لتيار مستقبل في لبنان أحمد الحريري طلب ترشيحه لعضوية المجلس البلدي لمدينة صيدا. في لقاء الأربعاء لا تمديد للمجلس بعد اليوم والأولوية لإنجاز قانون جديد للانتخاب، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة راشيل كرا. لا تمديد للمجلس بأي شكل من الأشكال بعد اليوم، عبارة نقلها النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي، مؤكدا أن الأولوية هي لإنجاز قانون جديد للانتخاب بحيث يكون مفتاح حل الأزمات السياسية. قد يكون هنالك توافق سياسي على إجراء الانتخابات النيابية تحت أي قانون، وفق أي قانون، حتى وكان إن كان القانون الحالي لإخراج من الأزمات والإرباك الذي يمر به البلد. وقد تكون الانتخابات هي مخرج ليكون موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية مباشرة وبعد لحظات من إتمام هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات الجديدة.
في الدوحة التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، فأكد الوزير القطري محبة بلاده للبنان وللبنانيين آملا أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، ووصف المرحلة الحالية بالعابرة. من جهته أكد باسيل العلاقات الودية التي تجمع لبنان وقطر وحرص بلادي على عودة التوازن إليها، كما تطرق اللقاء إلى أزمة النازحين وموضوع الإرهاب ومكافحته. نقابة موظفي وعمال أوجيرو تعلن التصدي لمن يحاول قطع الاتصالات في لبنان أو بين لبنان والعالم، وتؤكد أن قضية الجوجل كاش هدفها التعمية على فضيحة الإنترنت غير الشرعي. إن كافة مراحل ولادة ودراسة وتخطيط وإجراء التجارب وإطلاق هذه الخدمة المجانية جرى بموافقة وإشراف ودفع المراجع المختصة أي الوزير المعني. ما عملنا ولا أي عملية ولا أي شغلة، وهلا رح تشوفوا الوثائق قدامكم، إلا بموافقة من معالي وزير الاتصالات ودعم، وأكاد أقول حس ودفع. اعتصمت حملة بدنا نحاسب أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالانتخابات النيابية وفق قانون النسبية، فإن استمرار هذه السلطة بتعنتها في عدم إجراء انتخابات نيابية يجعل منها سلطة عاصية ومتمادية في مخالفة الدستور. لمناسبة الذكرى 71 للنصر على النازية، وبدعوة من أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، أقامت حركة المرابطون في قصر يونسكو ندوة فكرية بعنوان انتصار الشعب الروسي على الفاشية هو انتصار كل أحرار العالم في كل زمان ومكان، في حضور سفراء روسيا ألكسندر زاسبكين وسوريا علي عبد الكريم علي وفلسطين أشرف دبور. أحييكم من جديد. سينتيا الأسمر من عالم الإعلام إلى السياسة، وهدف ترشيحها التغيير. ألو 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 بيروت. من باب الإعلام أطلت على مشاهديها، إعلامية تقدم برامج اجتماعية وفنية، لأنه لبنان واحد موحد مستقل لكل أبنائه مهما كانت أفكارهم وانتماءاتهم. اليوم تطل سينتيا الأسمر من جديد متسلحة بخبرتها لتقدم برنامجا سياسيا لا عبر الشاشة، وإنما عبر خوضها استحقاق الانتخابات البلدية عن بلدية بعبد الويزي لتكون مرشحة تطمح إلى التغيير مع مجموعة من الشبان والشابات. أحبيت بعد كل هالفترة بمجال الإعلام وهالخبرة يمكن اللي اكتسبتها عبر السنوات أنه وظفها بالشأن العام، بالشأن السياسي البلدي الاجتماعي الإنمائي، فحسيت هيدا يمكن بمطرح من مطارح مسؤولية، أنه الخدمة العامة شغلة كتير حلوة، ولما تكوني عم تخدم الناس أنت بتكوني مبسوطة. النساء اتحمسوا أنه يخوضوا العمل السياسي والبلدي، هي شغلة كتير حلوة أنه هن قرروا وبقناعة تامة أنه يخوضوا هيدي التجربة، وما نطروا أنه الرجل يفتح لهم مجال. المرأة حلوة بقوتها، تثبت حالها، تثبت جدارتها مطرح ما هي موجودة، بصير الرجل يوثق فيها أكتر وهو يطالب فيها. ودايما أنا بقول شغلة أنه المرأة عندها منظار مختلف للأمور، بتشوف تفاصيل يمكن خيك أو بيك أو زوجك ما بيشوفهم. في عنصر شباب كتير مهم هالدورة كمان بالإضافة للعنصر النسائي اللي لفت النظر، فمنتمنى بين الشباب وبين الصبايا نقدر نوصل لمطرح مختلف عن قبل، نقدر عن جد نغير التغيير نحو الأفضل، تشوفي شو اللي ما زبط، تشوفي وين كانت المشكلة وليه ما زبط، نحن منجرب ساعتها نزبطه. بعبدها عندها مشاكل كتيرة، عندها مشاكل إنمائية بيئية، عندها مشاكل حدود، عندها مشاكل قرارات ما تنفذت. وبذلك تنضم سينتيا إلى كوكبة النساء اللواتي خضن وسيخضن تجربة الانتخابات البلدية انطلاقا من إيمانهن بقدرة المرأة على خوض غمار الشأن العام. ألين حلاق، قناة الجديد. في الدامور، انتخابات بلدية أم قضية فساد علني؟ شائكة قضية الانتخابات البلدية في بلدة الدامور الشوفية التي فتحت باب صفقة سلخ منطقة السعديات وشاطئها عنها على مصراعيه، يلي هو الأستاذ شارل الغفري، يلي بالواقع ما خلى الدامور تتقدم ولا شوي بالنتيجة، يبدو أنه ولا بل أكثر من هيك، يعني عم بيساهم اليوم، عم بيعمل صفقة
وصارت معروفة وعم تنحط على كل حال بالإعلام، وهي موصوفة هالصفقة يلي هي القبول بسلخ منطقة تابعة للضمور يلي هي منطقة السعديات يلي هي 1,200,000 متر مربع وواجهة بحرية كمان 2 كيلومتر عم بيعطيها لعرب السعديات مقابل يعني 185 صوت. هذا كلام معيب. أهل السعديات هن أهل الضمور، أرقام سجلاتهم 3 و7 و9، لا هن دخلة ولا هن مجنسين بالضمور، هن من صميم أهل الضمور. القرار منه بالبلدية، في قوانين هي بترعى كيفية استحداث بلديات ومجالس اختيارية. تبلغ مساحة الضمور السعديات 1,200,000 متر مربع، وتضم مجلسا بلديا من 18 عضوا، وتشتمل على ما يقارب 10,000 منتخب وفق لوائح الشطب، يقترع منهم في الضمور زهاء 4,000 منتخب. أما السعديات ففيها ما يقارب 185 صوتا، فما هو تأثير هذا العدد القليل في النتائج؟ وصلنا لمرحلة مفروض يفتشوا على 10 و20 و30 صوت، لأنه مش نحن قوية، هن ضعفوا الضمور وجايين نحن لنبني ضمور جديد. وأسوة ببعض المناطق التي تفاعلت مع التحالف المسيحي، تتسابق لائحتا الضمور لإرضاء طرفي التحالف، لكن المشهد يبدو حتى الآن محسوم النتائج. أنا علي أن أشتغل بقلب المدينة مع العائلات مع الأهالي، ومن بعيد أبدا عن الأحزاب. وجدان الأحزاب معنا، لأنه نحن روح التغيير وروح الشباب. نحن نتمنى مثل ما القاعدة التحقت بالقيادة، القيادة تلتحق بالقاعدة بمشروع التغيير. ما بين المعركة الانتخابية وحرب تبادل الاتهامات، تعكس سماء الضمور صورة عن انتخابات ما زالت غير واضحة المعالم حتى اللحظة. رواند أبو خزام، قناة الجديد. فتى لبناني اخترع رجلا آليا لفرز النفايات العضوية وغير العضوية. تقرير جوال حاج موسى. في حين تتخبط اللجان محاولة إيجاد حلول لأزمة النفايات في لبنان، استطاع الطالب في المعهد الأنطوني في بعبدة شربل الحاج موسى البالغ 12 عاماً ابتكار روبوت يساعد في فرز النفايات. هذا الروبوت هو بيفرز من الزبالة العضوية مش عضوية، هو بيكون هو ماشي عم يفتش على الزبالة، بيكون في سنسر كولر، بس يلقط اللون الأحمر بيكون هو لقط العلبة الحمراء اللي فيها زبالة مش عضوية، بيخدها على الشمال، بس يرجع يقرب بيلاقي اللون الأخضر بيخدها على اليمين لأن هي زبالة مش عضوية. ونحن بالصيفية بدنا نكبره ليصير عن جد يقدر يفرز الزبالة، بس لازم كمان الإنسان يساعده شوي بأنه يحط الزبالة العضوية بعلبة حمراء والزبالة المش عضوية بعلبة خضراء كرمال هو يصير يقدر يفرز بيناتهم. هذا الروبوت لم يكن لينجز لولا إشراف المدرسة على تطوير قدرات طلابها. عم نجرب نعلم تلاميذنا طريقة تفكير حتى يقدروا يترجموا هالأفكار باختراعات تكون مفيدة. قد لا تكون المرة الأولى التي يحقق فيها طلاب لبنانيون إنجازاً في حقل العلم، ما يطرح السؤال حول مصير هذه العقول في بلاد الحرف. أنا عندي هلأ بيّن عندي شربل واحد، أنا يمكن بمدرستي عندي 100 شربل وبغير مدارس شي زيته، يعني في كتير مدارس اليوم عندهم مثل شربل. طب سوق العمل تبعنا بيستوعبهم؟ ما نخاف إنه إذا عنا قسم من شبابنا ظهروا برات البلد، لأنه حتى اقتصاديا نحن مش بلدنا اللي معيشنا، بلدنا مش قائم على تشجيع الدولة، بلدنا قائم على القطاع الخاص. إذا اليوم القطاع الخاص بيعرج البلد بيفرق. شربل ابتكر الروبوت مطلقا عليه اسم Garbage Robot، أي رجل النفايات الآلي. فهل يكون هذا الابتكار حلاً لأزمة النفايات في حال مد المسؤولون يد المساعدة لتبنيه وتطويره؟ جوال الحاج موسى، قناة الجديد. حتى لا يتحول من القائد الأعلى إلى قائد الأريكة، أوباما يبحث عن وظيفة.
في مطلع عام 2017 يتراجل الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن كرسي الرئاسة وهو يبحث عن عمل يشغله بعد مبادرة البيت الأبيض حتى لا يتحول من القائد الأعلى إلى قائد الأريكة كما يقول إعلاميون أمريكيون. فقد نشر موقع البيت الأبيض قبل أيام مقطعا تمثيليا عنوانه قائد الأريكة يظهر سعي أوباما للبحث عن عمل مع اقتراب انتهاء مهمته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. What am I going to do in DC for 2 years? وبث الفيديو في العشاء الأخير للرئيس الأمريكي مع الصحفيين في البيت الأبيض في إطار فكاهي، وقد شارك فيه هو وزوجته ميشيل ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي جون باينر. She's right. I know who I need to talk to. Hey. It's Barack. Listen, can we get together? Now that is a great move. Yeah, it gets me every time. وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي وهو يحاول الاتصال بجهات مختلفة طلباً لوظيفة. Is this Washington Wizards? I understand you're looking for some coaching help. Let's just say I coach my daughter's team a few times. Hello. وبناء على نصيحة ثانية من بايدن فقد قرر الحصول على رخصة قيادة سيارة بعدما بات مضطرا إلى القيادة بنفسه ليواجه هنا معضلة إثبات أنه ولد على الأراضي الأمريكية. وانتهى الفيديو بنشر أخبار لشبكة CNN أفادت فيها بتسجيل الرئيس السابق في 347 حفرة في الغولف. بغداد تعود مسرحا للإرهاب من جديد. نهار دموي في العراق أنتج أكثر من 50 قتيلا و60 جريحا أغلبهم من النساء والأطفال في التفجير الذي تبناه داعش واستهدف سوق عريبة الشعبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد. التفجير نفذه انتحاري في سيارة مفخخة وأحدث أضرارا مادية كبيرة في السوق والمباني القديمة. عالم ميتة ومذبحة هنا وضحايا وشوف الدماية بكل مكان. ودوى كذلك انفجاران بسيارتين ملغمتين في منطقتين منفصلتين ببغداد أوقعا 22 قتيلا على الأقل. وقع أحد التفجيرين في مدخل حي الكاظمية الذي تقطنه أغلبية شيعية في شمال غربي العاصمة العراقية حيث قتل 15 شخصاً وأصيب 33 آخرون. أما التفجير الآخر فوقع في ممر تجاري بحي يغلب عليه السكان السنة في غربي بغداد حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 20 في حصيلة أولية. أهلاً بكم من جديد وإلى النشرة الفنية من أعداد شادي خليفي. مساء الخير. جوهر في مهب الريح عمل مسرح جديد من إعداد وإخراج زينة دكاش انطلق اليوم عرضه الأول بسجن رومية وهو من بطولة سجناء محكومين مؤبد وإعدام وسجناء من ذوي الأمراض النفسية. عمل بيروي قصصهم وأوجاعهم وبيرفعوا من خلاله الصوت بالعالي لتعديل القوانين كون مستحيل على أساسها يخرجوا من السجن. تفاصيل بالتقرير التالي. ايه والله من 7 سنين تلاقينا، كان بوقتها إلي 18 سنة بالحبس واليوم صاروا 25 سنة، بس حكمي مش 25، حكمي بعده مؤبد. نحن دايما عنا علاج نفسي ماشي ساري داخل السجن، كان روميا كان بعبدا. ضمن هيدا المشروع قررنا كمان نعمل عمل مسرحي ناتج من كل اخبارهم، شادات حياتهم، الاشياء اللي عبروا عنا خلال هالجلسات ليوصلوا رساله للعالم. هالمشروع الرساله الكبرى اللي فيه هي بتحكي عن ناس اللي مرتكبي الجرائم اللي عندهم امراض نفسيه، عم نحكي سكيزوفرينيا، عم نحكي بيبولار، والناس الثانيه كمان ثاني مجموعه هن الناس اللي احكامها مؤبد او اعدام. هول اثنين منهم محميين بظل القانون الحالي، يعني كيف دول مش محميين؟ ما عندهم أفق أنه يظهروا بيوم من الأيام، بيموتوا بالحبس، يعني بيبقوا إلى أبد الآبدين. ليش تبع حين الشفاء؟ لأنه القانون بيقول أنه بيبقوا قاعدين بسجن احترازي بمأوى احترازي لحين الشفاء، مكتوب سنة 43. هو المريض نفسه ما بيشفى،
يعني اللي كان لازم يكون مكتوب لحين الاستقرار، لحين ما بيشكل خطر على غيره. فإذا بدنا نمشي كلمة كلمة مثل ما القانون هن ما عم بيظهروا. والله شغلة كبيرة تعيش مع الحبس، ورقنا ورقة كبيرة صرنا على الحصيرة، شو حلو حظه اللي بيعيش عنا مع الحبس. كيف يعني العلاج من خلال الدراما؟ يعني انك تستخدم المسرح للعلاج النفسي. فنحن مثلا افترض انت بدك تحكينا عن مشكله صارت معك اليوم، مش بس تحكيها توكتيف ثيرابي، بتمثل ادوار الناس يمكن اللي زعجتك. يعني بالنهايه استخدمنا بلاتفورم المسرح لا يقدروا يوصلوا حكي كثير علمي، تستكشف من خلال جسمك وتعبيرك وعيونك وافكارك ومخيلتك وين كانت المشكله وكيف لازم تنحل. أبطالها هن من السجناء؟ صحيح، كل الأبطال سجناء ذكور، لأن احنا برومية 40 سجين، في منهم الناس عندها أمراض نفسية كمان عم بتشارك. والقصص من قصصهم؟ كل المسرحية من اختراعهم أو طلعت من جراء قصصهم. أنا كمخرجة أكيد بزبط نصوص، بركب الأشياء. على مدار سنة ونص في كتير قصص انحكيت، تركيب النهائي عندي، دراماتورجية عندي. منتابع نشرتنا مع البانوراما الفنية، وفيها حفلات مهرجانات بعلبك الدولية لصيف 2016. السجادة الحمراء فرشت ونجوم عالميين وصلوا إلى فرنسا استعداداً لانطلاق مهرجان كان السينمائي الليلة، و500 قطعة لمارلين مونرو بمليونين دولار بمزاد علنه. أطلقت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية برنامجها لصيف 2016 بحضور وزيري السياحة ميشيل فرعون والثقافة روني عريجي والوزيرة ليلى الصلح حمادي، وهو العيد الستين للمهرجان اللبناني العربي الذي سيقام على مدرجات بعلبك، مع التأكيد أن الوضع الأمني جيد وممسوك. بعلبك هي البوصلة، وبوصلة السياحة، وبوصلة الأمن في البقاع. فنحن اجتمعنا كلنا سوا مع الست ليلى، مع قائد الجيش، مع القوى الأمنية، أكيد مع وزارة الثقافة، مع كل المعنيين، لنقول ممنوع توقف بعلبك، وبعلبك ماشي وماشي وماشي ورح تضل ماشي 60 سنة والعيد مستمر كل صيف، مقيم هناك بين الأعمدة وأدراج التاريخ في بعلبك الأحقر، مأسرة للبنان وللجنة المهرجان هذه المفخرة الثقافية الحضارية. ما حدا ينسى أنه بعد عخريتة لبنان بعلبك، بمجرد ما صارت انتخابات البلدية سقطت الحجة الأمنية، وبتأمل حضوركم وفرقة كاراكلا تحرز المشهد كمان، وخاصة أنه هالسنة 60 سنة بعلبك، وأنا صار لي 40 سنة كمان هالسنة بتبنيتني بعلبك. نحن منطلقين من النجاح اللي تحقق سنة الماضية، فبالتالي صار من المستهجن أي حدا يسألنا المهرجانات رح تكون ببعلبك أو بمحل تاني. لا، المهرجانات رجعت على بعلبك سنة الماضية وباقي ببعلبك وما بقى تطلع من بعلبك. حترجع السفينة من الصين على طريق الحرير، جايبة معها كل شعوب العالم، والشعوب هاي حتلتقى ببعلبك حتى نرجي إنه إنسان واحد وعالم واحد بالنهاية. رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك نيلا دوفراج أكدت أن المهرجان سينطلق في 22 تموز مع العمل المسرحي الاستعراضي لفرقة كاراكلا على طريق الحرير، ومن المفاجآت هذا العام مجيء الفنان جو ميشيل جاغ في 30 تموز ليقدم حفلاً، كما يستقبل المهرجان النجم ميكا والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في سهرة طرب، وسيقام عرض جاز أمريكي مع عازف البيانو بوب جيمز، يليه حفل للفنانة عبير نعمي، وحفل الختام سيكون على أنغام التانجو الأرجنتيني في 28 آب مع خوسيه فاندام الذي سيغني كارلوس غارديل. وسط إجراءات أمنية مشددة تنطلق الليلة فعاليات الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي، أكبر حدث سينمائي في العالم يحضره أشهر النجوم والمخرجين. وقد وصل إلى فرنسا النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل عالم الدين، كريستين ستيوارت، جولييت بينوش، إيفا لونغوريا، جوليا روبرتس وغيرهم من النجوم. السجادة الحمراء فرشت لاستقبال المشاهير من كافة أنحاء العالم بانتظار الفيلم الذي سيفوز بالصعفة الذهبية بعد 10 أيام.
تستعد صالة مزادات جوليان لبيع مجموعة من الأغراض الشخصية للنجمة السينمائية مارلين مونرو، والتي كانت قد أورثتها لصديقها المخرج لي ستراسبرغ الذي كان معلمها. وقال المدير التنفيذي لصالة المزادات العلنية: حصلنا على هذه المجموعة من الأغراض، وهي أكثر من 500 قطعة من متعلقات النجمة الراحلة، وستعرض في المزاد في لوس أنجلوس يومي 19 و20 تشرين الثاني، ومن المتوقع بيعها بأكثر من مليوني دولار. هذه كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا الفنية لليلة. أنا برجع بلتقي فيكن مساء بكرة بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة وأخبار جديدة. من هلا لوقتها ضلوا بألف خير. وختامها مع رامي الأمين. سعيدة، مش بس ببيروت كان ربح لوائح الأحزاب بالانتخابات البلدية بطعم الخسارة. اللي صار ببيروت مع تيار المستقبل صار مثله ببعلبك مع حزب الله، اللي ربح هو وتحالف الأحزاب بالانتخابات البلدية بالمدينة. بس في 46% من اللي صوتوا صوتوا ضد حزب الله وتحالف الأحزاب، صوتوا للائحة بعلبك مدينتي. قبل الانتخابات وبعدها، بعلبك هي بعلبك، وجه المقاومة المشرق وظهر لبنان الحامي، وكلمة التاريخ المتجذرة بعائلات قالت قولها سابقا ولاحقا. خيارنا مقاومة لا يتبدل ولا يتزحزح. لحظة ولطيف، شو خص المقاومة بانتخابات بلدية؟ ما عم بفهم. إنه ما يكون حزب الله نازل ببعلبك ضد لائحة تل أبيب مدينتي مثلا؟ إنه إذا مدعومة لائحة بعلبك مدينتي من تيار المستقبل، إنه وين المشكلة بهذا الشيء؟ ما من غير شر بتتحالفوا مع تيار المستقبل، وين بصير في انتخابات؟ ما خلص تنسوا الماضي كله دغري، بتركبوا تحالفات كسلطة يعني. بس هلأ إنه في فريق عملكم مشكلة بالانتخابات البلدية، زرككن، ما ربح، جاب 46%، بس انتصرتوا أنتوا، انتصرتوا على العدو الغاشم. إنه ليك مثلا بعرسال ما أحلاهن، بعرسال انتصرت لائحة برئاسة باسل الحجيري على لائحة علي الحجيري ما غيره، ويعني ولا جاب وصيرت لا مقاومة ولا كل هالمعزوفة. يوم الأحد أثبت العراسلة أن قرار البلدة المصادر عاد إليها وإلى أهلها، عاد إلى من قدم يوما عشرات الشهداء في بيروت والجنوب في وجه العدو الإسرائيلي. هذا آدم، لك إيه آدم شمس الدين، هذا اللي بيشتغل معنا بالإعداد، حتى أنت يا آدم. طرحه وشعاره الكبير أنه نحن سقفنا عرسال، مظلتنا عرسال. طرحها انه انمائي لعرسال اللي بنقدر له. الزلمة عم بيقول بوضوح انه هيدي معركة انماء، هو هذا الزلمة هو اللي ربح باسل الحجيري، هو اللي ربح صار رئيس بلدية عرسال، وما جاب سيرة لا شهداء ولا مقاومة. انه عادي يعني اذا سقط حزب الله بالانتخابات البلدية ما بتكون سقطت المقاومة، لا، بيكون سقط حزب الله بالانتخابات البلدية لأنه فاشل بالعمل البلدي. هل أدرس مالا أنه المقاومة والبلدية منن دبس وطحينة، فيكن تفصلون عن بعض، ومش بس فيكن تفصلون عن بعض، فيكن تحاسبوا، بالأحرى لازم تحاسبوا. تصبحوا على خير. كان في النشرة: عشيرة أعلام هز صوت سن الفيل المرجح. نحن متواجدين من سن الفيل، من أوائل سن الفيل، سجلنا رقم 5. الغبيري تخوض معركة التجديد. نحن بتمثل كل العيال، ونحن يعني هدفنا ليس عائلي، هدفنا إنماء هالمنطقة. ميريام سكاف: على من تقرعون الأجراس؟
ولا فكرنا انه داعش تسلل على زحمه. أربعة إسرائيليين يقترعون في صيدا. قصتنا نزهة عرسلية. عطت أحلى صورة للانتخابات. وكان في هذه النشرة جوهر في مهب الريح. النشرة انتهت، الملتقى الأخباري المقبل يتجدد في النشرة الصباحية. شكرا على طيب المتابعة وتصبحون على خير.